سيول شرق عشينا ذلك يوم مبارك يوم الاحد 2/7 ما شاء الله تبارك الرحمن. صوت الرعد مسموع لحد الان. مساء الخير يا ابو متعب. شوفها برديه، برديه عشانة ما شاء الله تبارك الله، الارض كلها برديه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هلا الارض برديه. ها لا اله الا الله، هذا ابوي الله يطول في عمره. راكبه شوف ارتفاع مستواه تقريبا من 5 إلى 8 سنتي ما شاء الله تبارك الرحمن. المنطقة كلها هذه ثلج، نحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد. هذه السحابة اللي جت شرق عشيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف البرد إلى الآن ما ساح، ما شاء الله ما شاء الله، نحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. ما شاء الله الآن عاد المطر مرة أخرى، شوف كيف الآن المطر، اللهم انفع به تكع شرق عشيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن عادت السحابة الآن مرة أخرى، شوف الآن كيف البرد ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا البرد سبحان الله، شوفوا كيف كمية ارتفاع البرد. بعض السيول على الفيصلية بعشيرة شمال الطائف على ممهد الفيصلية العطيف ما شاء الله. السحابة لا زالت تمطر هناك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم طيب الناس، الحمد لله. السحابة الثانية من جهة الغرب جاية من بس الأسفل. ترى